في حديثنا من مصر اليوم نطرح سؤالا شغل المؤرخين: كيف تتمكن الأمم من الحفاظ على تاريخها؟ كيف تحميه من الضياع أو النسيان أو التشويه؟ الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أهم الكنوز في هذه الوثائق، أقدم وثيقة عندنا بترجع تاريخها 20 ربيع آخر سنة 554 هجرية، يعني من منذ ما يزيد عن 900 سنة. عندنا وثائق الحملة الفرنسية وعندنا الأوامر التي أصدرها قادة الحملة الفرنسية لجنودهم بخط أيديهم. هل عندكم مثلا أفلام وثائقية بتسجل لهذه الأثار؟ إحنا عايزين ننتج مادة ثقافية علمية، عشان أقولها ببساطة كده تبعد عن الملل. في بعض الأسر في مصر، بعض العائلات بيبقى عندها وثيقة ما بتعتبر وثيقة تاريخية أو وثيقة مثلا أثرية، هل بتتقدم مثلا لكم لشراءها؟ لا يستطيع أحد أن يجبر يعني مواطن مصري على أن يعني يعطي ما يملكه إلا رضاء أو تعويضا. عن ذاكرة المصريين، عن أهم أرشيف لتاريخهم الحضاري، عن دار الكتب والوثائق القومية. حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.